السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اليوم بعجالة سأعرفكم على ملح ذو أهمية كبيرة جدا وعظيمة، فينا أن نقول أنه ملح ذو خاصية لا توجد في أي ملح في الكرة الأرضية، يعني حسب الاكتشافات الحالية، إلا في هذا الملح العجيب الرائع، هو ملح الهيمالايا. ملح الهيمالايا، هذا هو ملح الهيمالايا. هو ملح باللوري، يأتي كصخرة كبيرة، وهذه باللورات بعد ما كسرت. من فوائد هذا الملح العجيب، عنده فوائد جمة، حيث الفوائد أذكر بعضها وليس الكل طبعا. تعزيز مناعة الجسم، الحد من التهاب الجهاز التنفسي، تنظيم الجيوب الأنفية، يعني لأنه الملح الهيمالايا يحتوي على أيونات سالبة الشحنة، تؤدي عند استنشاقه إلى تنظيف الجيوب الأنفية من المخاط، وتقضي على البكتيريا، مما يخفف الالتهاب. من خواص أيضا تطهير الجسم من السموم، وكذلك تحسين جودة النوم عند استنشاقه. الجسم يرتاح، بما أن كما ذكرت أنه توجد فيه أيونات سلبية، فهو ينظف الهواء بطريقة ما. هو أنا رأيته يباع على شكل أباجورات، ولما توضع أمام السرير تعطي أيونات سلبية تساعد على النوم والاسترخاء. كذلك تعزيز قدرات العقلية كما يقال، وقالت الاكتشافات أيضا، لأن هذا الملح الرائع العجيب، هذا الملح الرائع العجيب يحتوي على ملح الكلورايد الصوديوم، ويحتوي على معادن نادرة ومختلفة، منها ما يصل إلى 84 معدن، 84 معدن توجد في هذا الملح العجيب، توجد في هذا الملح العجيب. منها نذكر منها المنغنيزيوم والبوتاسيوم والكالسيوم، وغيرها من المعادن الرائعة. وكذلك أنه يساعد على الاسترخاء العضلات، والحفاظ على التئام الجروح، والحفاظ على التئام والتوازن، ومنع الجفاف نهائيا من الجسم، ومنع انخفاض الضغط. ويستخدم ملح الهيمالايا في المطبخ وتدليك الجسم. وكذلك بالنسبة للمفاجأة الجميلة الرائعة، هي أنه أصحاب الضغط العالي يمكن لهم أن يستعملوا هذا الملح الرائع والجميل الذي خلقه الله، وهو لنا، وهو يوجد في جبال الهيمالايا التي توجد في الباكستان، ولكن الباكستان مشهورة بهذا الملح، وهو وردي كما قلت، منخفض الصوديوم. يعني الملح العادي توجد فيه كمية الصوديوم 3.5%، أما هذا الملح فهو توجد فيه 1%، نفس نسبة الملح التي توجد في الجسم، 1%، سبحان الله. وهو يناسب مرضى ارتفاع الضغط الدم، كما يمكن استخدامه كإجراء وقائي من ارتفاع الضغط، مش لا يناسب فقط، ولكن كإجراء وقائي لمرضى ضغط الدم. كمان من فوائد ملح الهيمالايا أنه لا يسبب الإحساس بالعطش، وأنه يساعد الجسم على تحقيق توازن السوائل داخل الجسم بدرجة أفضل من الملح العادي.
يعني الملح العادي اللي هو الذي هو ملح الطعام، أو حتى الملح الصخري، لأن كذلك لا يوفر نفس الـ رأيتم عندما تضرب فيه الشمس، لا يوفر الخواص التي توجد في هذا الملح الرائع العجيب العجيب فعلا. وهو صيدلية بحد ذاته اكتشفه القدماء، كانوا يستعملونه وما زالوا يستعملونه في الباكستان، ولكن جاء إلى أوروبا والدول المجاورة وأمريكا بالتدريج. طبعا حين ذهبوا إلى باكستان واستعملوا هذا الملح واستفادوا منه واكتشفوا مدى روعة هذا الملح ومدى جمالية هذا الملح الرائع طبيا، أنا أتكلم على هذا الملح طبيا. أتمنى أن تكونوا قد استفدتم، وإن شاء الله الفيديو القادم سيكون على سنتكلم على عود الأرك وما أدراك ما عود الأرك، خواصه الطبية الجميلة الرائعة في فيديو القادم إن شاء الله. لكم مني جزيل الشكر والتقدير، وأتمنى لكم أمسية سعيدة أو يوم سعيد بإذن الله. مع السلامة.